حياكم الله مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم في برنامج ترحيب. أسرار نجاحي هو فيلم قصير أنتجت شركة راس غاز عن التوظيف. الفيلم فاز بجائزة دولفين المرموقة لسنة 2013، وذلك أثناء حفل كان الرابع لجوائز الأفلام والبرامج الإعلامية للشركات. نعم، عن هذا الفيلم ودوره في جذب الشباب القطري معنا في الاستديو السيدة منى سعيد السليطي، محلل عقود البيع في الشركة، والسيد أيضا عبد الرحمن عبد اللطيف المناعي، مدير التعليم والتطوير بشركة راس غاز المحدودة. يا مرحبا وسهلا فيكم في استديو ترحيب. تسلموا، مشكورين على الاستضافة. الله يحييك. يا مرحبا وسهلا عبد الرحمن. احنا بدنا نرحب فيك اخوي عبد الرحمن، وايضا نرحب في اختنا منى، لكن قبل لا نبدا حوارنا بروح نشوف الفيلم اللي فزتوا فيه بهذه الجائزة ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا. طبعا احنا مثل ما شفنا وياكم يعني هذا الفيلم الابداعي فعلا. نعم. الصباح عن اللي فازت فيه شركه راس غاز في الجائزه اللي تقدموا بها. احنا بنسولف، ما نبي نحرق عليكم الموضوع. نبدا اول شيء مع الاخت منى. منى، اول شيء نبارك لكم بهذا الفوز ونتمنى لكم المزيد من التوفيق ايضا، لكن ودنا تكلمينا شنو هي الاسرار اللي اهلتكم للفوز مثل هذه الجائزه في تقديم الفيلم؟ والله فعلا يعني هي من بدايه تصوير الفيلم يعني. نعم. حتى الاسرار اللي كانت في الفيديو يعني احنا ترى هذه أسرار يعني فعلية احنا يعني جمعناها من الموظفين والكوادر الموجودة عندنا في راس غاز. نعم. ويمكن هاي السبب كان يعني فوز الفيديو يعني بهذه الجائزة، لأنه كان بسيط وكانت. نعم. الأسرار يعني واضحة لكل. نعم. المشاهدين يعني. نعم. صحيح. عبد الرحمن، يمكن لو تحدثنا عن الفيلم، يعني هل هذه هي المرة الأولى اللي تفوز فيها شركة راس غاز بهذا النوع من الجوائز؟ اي نعم، والله احنا صراحه ما توقعنا نفوز، واحنا يوم بدينا في المشروع ما كان عندنا هدف ان احنا نفوز. نعم. بس الحمد لله، لان مثل ما قالت اختي منى كان الفيلم بسيط وهادف. نعم. فالحمد لله فزنا بهالجائزه. نعم. نفس ما قلت عبد الرحمن، الفيلم قصير. صحيح. وهادف وحتى يعني كان مبسط جدا. نعم. وفي بعض الالفاظ كانت جدا واضحه وتوصل يعني بطريقه سلسه. الفكره هذه يعني اللي جاتكم من وين؟ قدرتوا تطلعون نفس النوع من الافكار؟ والله احنا يعني جبنا الافكار هذه من الشباب اللي عندنا في الشركه. نعم. احنا كوننا فريق قبل المعرض المهني. نعم. وقلنا نبي نسوي شيء مبدع يعني. صحيح. مختلف. نعم. عن الباقي. نعم. فالحمد لله الشباب هاي منهم عندنا في اداره العلاقات العامه. نعم. جابوا بعض الافكار وحطوها وخلقناها كفيلم. يعني عبد الرحمن، نعرف يعني احنا اللي قاعد يصير عندكم اللي هي تضافر وتكاتف الجهود، سبحان الله. نعم. كل ما تتكاتف الجهود تطلع لنا فكره جديده وابداعيه. يعني صدقت يعني من الاشياء اللي قلتها عبد الرحمن، يمكن من خلال حضوري في المعرض المهني كان لافت نظري البوث اللي حاطينه عندكم في راس غاز، وكنوا كاتبين سر نجاحي. صحيح. فكنت اشوف كل الشباب حاطين. نعم. سر نجاحي. نعم. واللي يكتب عملي. صحيح. جدي واجتهادي، فكانت من النقاط اللي جدا. نعم. ملهمه للمجتمع. نعم. نعم. يعني من احنا شفنا ما شاء الله يعني مثل هذا الفيلم يعني يستهدف اكيد شرائح معينه، فمن هي الشريحه الاساسيه اللي انتم تستهدفونها من خلال هذا الفيلم؟
وطبعا اذا انت بتلاحظ في الفيلم يعني كان مركز اكثر شيء عن الكوادر القطريه او الفئه اللي هي الشبابيه. طبعا احنا كنا مستهدفين بشكل يعني طبعا عام ان احنا يعني نوجه الكلام ايوه للكوادر القطريه وللشباب يعني الموظفين داخل الشركه ولا ايضا طبعا الموظفين وخارج الشركه بما ان احنا كنا حاطينها في المعرض المهني فكان يعني موجه لكل الفئات يعني. وايضا اتوقع يمكن عبد الرحمن هذا النوع من الافلام الوثائقيه والافلام القصيره هي يعني تعطي صوره للاشخاص اللي ودهم يعني يدخلون سوق العمل مقبلين على دخول سوق العمل ان الاريحيه اللي بين الموظفين الأخوة حتى يمكن نعم. اللي لفت نظري في هذا الفيلم أن جميع اللي ظهروا الأبطال اللي في الصورة يعني اللي في الفيلم كلهم من موظفين الشركة صحيح. صحيح. نعم. صحيح. صحيح احنا طبعا نهتم بمسألة الفلسفة في العمل فكل شخص لازم يكون عنده فلسفة نعم صحيح. فالرسالة هنا في الفيلم هذا أن نعم. مهما كان شنو كانت صحيح. سر نجاحك لازم شيء تتبع في الحياة العملية صحيح. فكل واحد كان عنده سر مختلف نعم. في الفيديو نعم. فالحمد لله توفقنا فيه يعني. الحمد لله رب العالمين. طيب يعني عبد الرحمن أنتم كأنكم تسوقون حق شركة راس غاز مثل الشركات الثانية ويمكن هي من الشركات اللي فعلا لها نسبة تقطير عالية عندكم. احنا بنتكلم شوي عن هالموضوع، هل ما زالت أبواب مثلا الانضمام لشركة راس غاز للقطريين ما زالت مفتوحة؟ طبعا احنا التقطير احنا ما وقفنا، احنا وصلنا تقريبا 34% الحين ثلث نعم. الشركة قطريين الحمد لله. عندنا اكثر من 1100 قطري الحين في الشركة نعم، والابواب الحين موجودة عندنا صحيح. يعني في المجالات التقنية والهندسة نعم. بالطبع يعني احنا محتاجين قطريين دائما عندنا ان شاء الله. هذا هو يعني انتم يمكن عندكم ادارات مختصة بالتقطير نعم. وايضا هذا يمكن نفس ما نقول اللي الكل وده يساهم في هذا الموضوع. لو انتقلنا ليش منى مره ثانيه، يمكن هذا النوع من الافلام يعتبر انتاج يحسب لشركه راس غاز وايضا الموظفين اللي شاركوا في هذا الفيلم، لكن هل عندكم نيه انكم تكررون هذه التجربه وتسوون عدد من الافلام في المستقبل ممكن تتوافق مع هذه الفكره وممكن ايضا تتوافق مع رسائل اخرى ودها توصلها شركه راس غاز للمجتمع؟ وانا طبعا اقول يعني هو عمرنا ما راح نوقف طبعا عند فكره نعم. معينه وان شاء الله طبعا كل ما بتجينا كوادر جديده اكيد بتجيب افكار جديده صحيح. وطبعا لا يعني احنا ان شاء الله نتطلع يعني بالحمد لله بعد ما فزنا بهذه الجائزه يعني هاي يعطينا دافع ان احنا ما شاء الله نستمر ونسوي افلام جديده يعني في المستقبل بافكار جديده ان شاء الله بدعكم السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. احنا نخاف ان تكونون منافسين لنا عقب في القناه، ليش لا ليش لا ان شاء الله باذن الله. عبد الرحمن انا ودي اسالك يعني احنا نسمع برا في سوق العمل دائما الناس تحب تتوجه لشركات البترول، ولكن تحديدا ليش معظم الشباب او في شريحه كبيره من الشباب والفتيات ايضا يستهدفون شركة راس غاز على الأحرى والأخص، فشنو الهدف من هذا الشيء؟ والله يعني هاي سؤال يعني ممتاز صراحة لأن هل السمعة لها دور؟ السمعة والفكر تغير يعني نعم. مسألة تطوير الموظف الحين مسألة مهمة نعم، وراس غاز اهتمت في هالموضوع صحيح. من قبل 5 سنوات يعني نعم. خذناها كاستراتيجية تطوير الموظفين صحيح. فالشركة استثمرت يعني أموال ووقت كثير يعني في صحيح. تطوير الموظفين عندنا خاصة القطريين فيمكن هاي اللي ساعدنا صراحة إن تكونوا في يعني من أفضل الشركات وفي الطليعة. هذا من الناس اللي يجون ما يسألك كم الراتب الحين، يسألك كيف بتطورني. نعم صحيح. شنو بيكون لي عقب صحيح. في المستقبل؟ وشيء جميل يعني عبد الرحمن الوضوح في خطة التطوير. لما أنا كخريج مثلاً جامعي أدخل شركة وأشوف خطة تطوير واضحة قدامي هذا بالعكس يعطيني دافع وأريحية إني أنا أستمر نعم. في هذه. وإحنا أيضا يعني نشيد على معظم الشركات اللي فعلا تحذو نفس الحذو اللي تحذي يعني تحذو عفوا شركة راس غاز وأيضا الوزارات اللي قاعدة تسوي نفس الطريقة. فعلا إذا كان شيء واضح وفي أجندة نمشي عليها خلاص الكل يعرف شنو الشيء اللي لازم يسويه. خلني أتوجه بالسؤال إلى منى. منى دام أنت موجودة هنا عندنا، أول شيء إيش كثر صار لك في الشركة وشنو السبب اللي خلاك تختارين على وجه الأخص شركة راس غاز؟ والله أنا صار لي تقريبا الحين بكمل 5 سنين مع شركة راس غاز ما شاء الله. يعني الحمد لله وطبعا ما أفكر يعني حاليا أن يعني ما شاء الله الشركة مخليتني ما أفكر أن أطلع منها نعم. وطبعا يعني لا يعني هي كتطوير يعني تعتبر ما شاء الله من الأوائل من الأوائل ويمكن هذه هي الفكرة اللي خلتني يعني أفكر أن ليش أتجه للرصاص صحيح. بما نعم. أن أخوي عبد الرحمن بعد قال أن الواحد الحين ما يفكر في الراتب نعم.
يفكر في التطوير، في التطوير في طبعا المهارات. وما شاء الله هاي سوالنا يعني سمعه وايد قويه نعم. بين الشركات الثانيه في قطاع نعم. البترول والغاز. لو تحدثنا عبد الرحمن عن الحوافز اللي تقدمها شركه راس غاز لموظفينها من جانب يعني تطويري، من جانب مادي، من جانب معنوي، ايضا من جانب دعم لموظفينها، شنو هي الحوافز اللي تقدمها شركه راس غاز وايضا تعطيها يمكن ان تحفز الموظف على البرودكتيفيتي الانتاجيه؟ انا كنت بقول كلمه بالانجليزي بس خلاص ما دام قلت كلمه بالانجليزي ونكمل قال كلمه احنا متفاهمين انا الصباح خلاص نعم. والله البرامج كثيره عندنا، احنا تبتدي البرامج عندنا طبعا من طلاب ثانويه نعم، يعني نعطيهم البعثات صحيح. احنا عندنا فوق ال 170 مبتعث الحين في راس غاز ما شاء الله. طبعا عقب لما يجونا عندنا في راس غاز عندنا خطه تدريبيه كامله نعم. وراها فلسفه معينه محدده واضحه نعم. طبعا لما تنتهي من البرنامج هذا بعد يكمل معك عندنا احنا نسميه لادر، يعني عندنا خط تقني وعندنا نعم. خط اداري الاداري نعم. فالموظفين عندهم الاختيار لما هل هم يبون يتجهون اتجاه تقنيه او اتجاه اداري فهذه البيئه هذه احنا نحاول نخلقها حق الموظفين نعم. على اساس نكون احنا نجذبهم اكثر يعني. باذن الله تعالى يعني هو يعني اصبح لو تلاحظ ان سوق العمل الحين كله في تنافس يمكن نعم. عبد الرحمن تشاركني وجهه النظر هذه واتوقع منه. منى شنو هي الرساله اللي ممكن توصلينها اليوم من عبر شاشاتنا؟ وانا متاكد اليوم نصف موظفين راس غاز قاعدين يشوفونكم الحين، يشوفون منى ويشوفون عبد الرحمن، واحنا نوجه لكم ايضا بدورنا التحيه، لكن شنو هي الرساله اللي توصلينها لهم من عبر شاشاتنا بالنسبه للموظفين عندكم في الشركه ولا الناس اللي ودهم يلتحقون معكم شركة راس غاز؟ هو يمكن طبعا الرساله الموجهه للموجودين عندنا في الشركه هم اوريدي يدرون يعني ما شاء الله يعني سمعت راس غاز يعني وصلت للوايد اماكن، بس الوجهه مثلا للملتحقين اللي هم يعني يفضلون ان يختارون راس غاز طبعا نفس ما احنا ذكرنا ان يعني برنامج تطوير من احسن البرامج الموجوده في الدوحه نعم. فعلا يعني شركه راس غاز تهتم بالموظف والكوادر القطريه بشكل كبير نعم ملحوظ. فيعني هاي وسام احنا يعني نفتخر فيه كشركه راس غاز نعم، وان شاء الله يعني هاي يعني تكون رسالتنا اليوم تضيف لنا يعني باذن الله تعالى. انا ودي منك في عجاله كلمه صغيره تحب توجهها للساده المشاهدين عبد الرحمن. والله انا اقول صراحه يعني الشباب اليوم لما يدخلون في مجال العمل نعم. لازم يكون داخلين في مجال يحبونه، كان يشتغلوا في راس غاز او مكان صحيح. ثاني صراحه نعم. هاي اهم شيء، لان الواحد لازم يكون مرتاح من عمله نعم. اذا احنا بدورنا يعني نشكركم على حضوركم اليوم في برنامج ترحيب، وان شاء الله باذن الله تكونون معنا دائما في البرنامج وتجددون بالمعلومات اللي هي موجوده شكرا عندكم. شكرا لك منى السليطي على حضورك اليوم معنا، وشكرا لك الاستاذ عبد الرحمن المناعي على تواجدك معنا في استديو ترحيب. نتمنى لكم المزيد التوفيق، وشكرا للمشاهدين الكرام اللي قاعدين يشوفون هذه الفقره بالذات. موفقين ان شاء الله وفالكم التوفيق. ننتقل المشاهدين الكرام إلى الصحة، إذ عقدت في فندق الميلينيوم الورشة الإقليمية لتعزيز ودمج الرعاية السمعية في الرعاية الصحية الأولية في الدولة. المزيد نشوفه معاكم في هذا التقرير. هذه الورشة الإقليمية اللي بتنظمها الهيئة العامة للصحة في دولة قطر مع منظمة الصحة العالمية تهدف لإدماج الرعاية بالأذن والسمع في الرعاية الصحية الأولية. طبعا دولة قطر هي الرائدة في المنطقة بالنسبة لهذا في هذا المجال، حيث أنها ابتدت من 2003 في إنشاء البرنامج الوطني للكشف المبكر عن ضعف السمع اللي بيمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بعد الولادة مباشرة قبل الخروج من المستشفى، والمرحلة الثانية في الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية من عمر شهرين إلى ثلاثة شهور، والمرحلة الثالثة في دخول المدرسة أو أول في صف أول ابتدائي. أيضا هناك دراسة على أساس إنشاء برنامج خاص لكبار السن وإجراء المسح الشامل لهم.
تشير الإحصائيات أن هناك حوالي 38 مليون شخص ممن يعانون من فقدان السمع الثنائي، وثلثي هؤلاء الناس يعيشون في البلدان النامية، ومعظمهم سوف يستفيدون من أجهزة مساعدة السمع إذا توفر ذلك الدعم. إن دولة قطر تحت قيادتها الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بالصحة، وهو ما يتجسد في رؤية قطر 2030 والتي تم الاسترشاد بها عند وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، حيث تعتبر الإنسان الركيزة الأساسية للتنمية في البلاد، ومن خلال ذلك يقوم المجلس الأعلى للصحة بتنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان أعلى معايير أو أعلى المعايير الدولية للرعاية الصحية، متضمنة مراحلها أو مستوياتها الثلاث: الوقائية والعلاجية والتأهيل منها. بعد هذا التقرير مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج ترحيب، أما غدا تشاهدون تغطيتنا المستمرة لفعاليات مهرجان كتارا الثالث للمحامل التقليدية. لا تفوتون هذه الفقرة اللي راح تعرض بكرة إن شاء الله الصباح. الله يوفقهم إن شاء الله بإذن الله. ترحيب. إذن ترحيب انتهى. يا خالد خليني أقرأ. اقرأ خلاص أنا كتب بقرأ عنك. خلاص. إذن ترحيب حلقة ترحيب لليوم انتهت، ولكن برامج قناة الريان مستمرة، وعند الساعة 8:30 راح تتابعون كشتة وبرنامج المختصر الساعة 10 المساء. أنا صراحة يا خالد أنتظر برنامج كشت لأنه من البرامج المميزة صحيح. اللي أنا أحرص على متابعتها، أيضا برنامج المختصر اللي ما شاء الله عليك شاطر صباحا روي المشاهد القطري عادات المجلس القطري وأيضا المواضيع اللي ممكن أن تتحدث فيها المجلس القطري. لأي اقتراحات مشاهدينا أو استفسارات وللتواصل مع فريق أعمال برنامج ترحيب بإمكانكم متابعتنا وأيضا مشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاج برنامج ترحيب. الوعد بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة، تابعونا. مع السلامة. يا مالله.